ويعني انفرادها بالرأي وانفرادها بالقرار ما ترجعش المجلس البلدي بحتى قرار، وخاصة كما جبتوا لخيان التنميل العمومي للجمعيات إلغاء مناظرة فيها 35 مواطن كانوا بشكوى في بلدية سكرة، الموضوع متاع الهبات اللي تحصلت عليها في الموجة الأولى من الكوفيد وراسلنا فيها احنا كل الجهات وطلبنا منها باش تبتنا بوثائق شنو تعطي يعني الهبات شنو اللي حصل عليها، وإلى يومنا هذا لم نتحصل على هذه الوثائق. الموضوع زاد متاع الأكشيك اللي قاعدة تعطي في الأكشيك بالولاءات، هذا من كل النقاط. الموضوع متاع بعض الأحكام الإدارية الصادرة على المحكمة الإدارية واللي رئيس الجمهورية طلب منها شخصيا بعت لها مراسلة قال لها تنفذ القرار وتنفذ قرارات المحكمة الإدارية والرجوع على رؤساء الدوائر، ومؤخرا يعني راسلوها في الموضوع ولكن تحكي اليوم تقول احنا مع رئيس الجمهورية ومع قرارات القرارات الرئاسية، لكن أين تفعيل هذه القرارات الرئاسية؟ رئيس الجمهورية طلب منك تنفيذ الأحكام الصادرة على المحكمة الإدارية وإلى يومنا هذا لم يتم تنفيذها. النقطة المهمة أيضا اللوبيات البناء الفوضوي في بلدية سكرة، لوبيات البناء الفوضوي في بلدية سكرة اليوم فما لوبيات قاعدة تخدم على يعني تحطيم سكرة عن طريق البناء الفوضوي، واللوبيات موجودة يعني في موجودة في سكرة. هذا الكل يوم المواطنين معذبين يوم يجيوا باش يعني باش يشكيوا على البناء الفوضوي برا امشي اعمل عريضة واستنى الى متى هذا الكل؟ صفر انجاز. مشاريع معطلة عنا 20 مليار يعني مشاريع معطلة منذ سنة 2018 الى يومنا هذا، الى متى ستتم الى متى ستستمر هذه الوضعية؟ انا اليوم نتوجه الى كل مكونات المجتمع المدني، نتوجه الى كل السلطات الجهوية والمحلية والى رئيس الجمهورية لإعفاء رئيس بلدية سكرة من مهامها، وبعد احنا كمجلس بلدي اتو نشوفوا شكون نحطوا بيناتنا رئيس بلدية.